وال 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 ايه الماب صديق، دمرنا الماب احنا. الطائر والله بنزل طير. ولا والله تحديث انمي سبايت نزل يا جماعة عملاق بشكل مش طبيعي ابدا. يعني من هسه فتح مخك ركز معي، لانه في اشياء راح تخليك تنصدم، تخف عقلك منها قد ما انه راح تاخذ وقت كثير. يعني بدأ تنسى اللايك، صلاة سيد محمد عليه الصلاة والسلام، شكرا على يوتيوب، لايك الفيديو، سيرفر الديسكورد موجود بالوصف يا جماعة الخير، بتنور السيرفر طبعا. خلونا نبدأ حبة 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 لأنه في مصايب. تمام حاليا أول إشي إحنا بأي جزيرة؟ بجزيرة إيش؟ جي جي كي آيلاند ليفل 580. تيجوا على الجزيرة هاي، أوكي لهون 100%. تمام، نزل بهاي الجزيرة شغلة كثير مهمة. أول إشي سول جديدة، تمام، ونزل أسلوب إيتادوري التطوير الثاني فيتو، أسلوب إيتادوري فيتو أسلوب قتالي طبعا. الاثنين فخمين، الاثنين حلوين، بس كيف تجيبوهم؟ تعال احكي لك. راح ابلش حبه حبه. خلينا بالاول نختار الاسلوب، تمام حلوين، نروح على الاسلوب. تعالوا خلينا نطلع فوق. هي عندنا هون اول شيء ايتادوري دانجون، من هون هذا هو كل التحديث بيلزمنا جدا يا جماعه، هذا كل شيء بالتحديث. نطلع من هون زي هيك، نطلع جوا القصر هذا اللي هون، راح نيجي هون بالزاويه، راح يختار ايتادوري فيتو ترينر. تمام تمام، شو بده؟ بقول لك إذا بدك تتعلم هذا الأسلوب that you will cost 50,000 gems and itadori V2 energy. بدك 50,000 جوهرة و itadori V2 energy. هاي الانرجي من وين بنجيبها؟ بنجيبها من الدانجون. هيك الأمور طيبة، بتجيب الانرجي وبتجيب إيش؟ 50,000 جوهرة. أنا معي مليار إني أدمن. عس حالي والله في تكبر. نفخر شخصية الادمن، تعال شغلكم اياها. كيرا دي اتش 98. اه شيت وات ذا هيل از ذس. اوكي تمام، بدنا نحن السول. بدنا ايتم، هاي الايتمات هون. تمام، حرف الاي انرجي، هاي انرجي هون حرف الاي، هاي هون واحدة تنتين ثلاث وات ايتادوري ايتادوري. اوكي ايتادوري ايتادوري في 2 انرجي، نختارها بدنا منها واحدة ونعمل هيك، الامور طيبة بتصير. راح نروح نشتري هسه الاسلوب، تعالوا افرجيكم الاسلوب الاسطوري تبع ايتادوري يوجيا. وين راح؟ جوا من هون. كم باك هير بيبي، ليتس جو، اشتري 50,000 معانا الانرجي. طبعا انتم بتجيبوها من الدانجون زي الاسود، زي الوحوش بتجيبوها من الدانجون، فاهمين؟ هاي اشترينا الاسلوب يا جماعة. طبعا الاسلوب فيه حركتين مش فتحات، كيف بدنا نجيب الحركتين هذول؟ راح نحتاج 10 ايتادوري شارد. تدخل جوا امورك تمام، بتقتل البوس دمه مليار و500 مليون، بتجيب 10 شارد زي الاسد. انت وياه زي الاسد بدي اياكو. اما بالنسبه انا بكبس ادمن من هون هيك، بنزل هون مثلا ايتادوري في 2 شارد، اعطيني منها 10 وبعمل انتر ايزي. والله اسف، والله اني اسف يا جماعه. طيب هاي ايتادوري هون، جبنا 10 شارد من ايتادوري، بنضل مكملين بطريق مستقيم زي هيك بشكل كامل، بضلك دغري ماشي. راح تلقى انه هون ايتادوري في 2 اويكنر، نعمل زي هيك، بده 10 شارد. هاي هون اف يو هاف اونلي، طمع علينا من هذا الحكي، نعمل له يس 10 شارد. هيك فتح عندنا المفروض كل تحولات ايتادوري. اه ده يا صديقي انت شو مالك؟ المفروض انه انا هسه اموري تمام، ليش هيك قاعد بصير معي؟ ما بعرف، تعال نروح الرست. شت طلعت هاي السول يا جماعه، انا اسف، طلع الاسلوب موجود بالانفنتوري، حكم علينا، الاسلوب مفعل مطور اموره تمام كامل. تعال افرجيكم الاسلوب وحركاته والاشياء الزاكية اللي فيه، اسلوب بجنن اسطوري بشكل مش طبيعي ابدا. راح افرجيكم الحركات واحكي لكم الدمج واحد واحد. اول حركة عندنا اسمها سيمبل دومين، شوف هاي الحركة بتعطيك دمج 107 مليون ارانب. طبعا شو مش ارانب هاي، دقيقة، هذا الاسلوب، اوكي اوكي هذا الاسلوب، اول حركة من اسلوب حلو، 107 مليون حكينا. الحركة الثانية بلاك فلاش كليف، راح تعطيك 124 مليون دمج. خلينا نشوف الحركة تبعتها، زد ترمي اشي من بعيد بضل طاير، بس بوقف طبعا، هو بوقف يا جماعة، لا لا مستحيل يضل طاير زي، دقيقة خلينا نشوف. جو جو ساترو يا وايمو، خذ هاي زد، اوكي بضل صاحبي معاه، بضل صاحبي معاه. الحركة الثالثة سترونجست بلاك فلاش، هاي الحركة اعطتك 146 مليون دمج يا جماعة، شوف الحركة ترميها زي هيك
وال 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 ايه الماب صديق، دمرنا الماب احنا. الحركة الرابعة راح تعطيك 180 مليون دمج، ترو بلود ارو اللي هو السهم، سهم الدماء الحقيقي. شوف ترو بلود اللي هو هذا زي هيك، بتعمل لك وبترمي سهم زي هيك وبتعطيها معلم، هذا دمجه يا سيدي العزيز 180 مليون، اشي اسطوري. طبعا افرجيكم اللعنة اللي هو المود تبعه، هاي المود تبعه طبعا، هذا كله على الاسلوب. المود اسطوري، شكله حلو، انيميشن حلو، اشي سفاح يا جماعة. تاخذ افرجيكم هسا التيميت بلاك فلاش، راح تعطيك 200 مليون دمج. شوفوا الحركة يا جماعة، شوفوا الحركة ما اسكاها هاي تي، طلع طلع الماب، طلع الماب شو بصير فيه. وهيك بنكون خلصنا الاسلوب. اوكي هسا حاليا راح نحكي عن السول، في سول جديدة لميجومي تمام. هاي السول كيف تجيبها؟ اوعك تفكر بحياتك انه السول هاي راح تلاقيها بين هذول، او انت مثلا عندك حظ قوي تروح تفتح لي سولات من الجزيرة الاولى وتطلع لك. لا حبيبي، هاي السول نادرة جدا. كيف نادرة؟ راح ندخل على ايتادوري دانجون. حلو، طبعا هذا ايتادوري دانجون خليني احكي لكم شغلة، في له طورين، الطور الاول العادي الطبيعي بتجيب منه حركات الاسلوب، والطور الثاني اللي هو نسبته 10% حتى يرسبن. مشان ينزل الطور الثاني نسبته 10% ليرسبن، طبعا دمه 2 مليار، البوس العادي دمه 1.5 مليار. امور سهله، انت بتكون بتقاتل بايتادوري الطبيعي اللي انت عشان تجيب اسلوب اللي حكينا عنه شرحناه قبل شوي تمام. ممكن نسبه 10% ايتادوري هذا يتطور يعطيك فول باور، اسمه بوس في 2. هذا البوس هو اللي راح ينزل لك هاي السول. شوفوا لوين، يعني تفكير عميق جدا يا جماعة، تفكير عميق جدا جدا، يعني اقسم بالله عذاب. متخصصين في تعذيب الناس، كيف بدك تعذب الناس المتابعين؟ تعال اقول لك، بجيب دانجون بحط فيه بوسين، واحد نسبته 10% بعطيني سول، والثاني زفت 1.5 مليار دمه، بتجيب منه ايش اللي هو الاسلوب. الفكرة يا جماعة مش هون، الفكرة انه السول اللي هي الروح ميجومي هاي شايفينها تمام، روح ميجومي هاي عشان تطورها الحركتين اللي تحت بدك 10 شارد. حلو، العشرة شارد هذول من وين تجيبهم؟ بدك تجيبهم مخصوص من وين؟ من البوس الثاني اللي بيرسب نسبته 10%. تخيلوا انتو، يعني بدك تضلك تفرم هون قبل ما ينزل لك البوس الثاني اللي مش هذا واحد، هذا هبل هذا، اوه شت. بدك تستنى يجي حظك حلو ويرسب البوس معك ابو العشرة بالمية اللي هو ايتادوري في 2، بعدين تقتله وبعدين ينزل لك شارد، وانت لازم تجمع 10 شارد مشان تطور السول الجديدة. والله العظيم عذاب. ايش يا عم انت ايه، انت فهمني عايز ايه مني؟ انا ليش اعمل كل هذا؟ انا كشخصيا لاعب عادي ليش اضيع 7 ايام على انمي سبايرت يا زلمة؟ ليش؟ طبعا هذا الدانجون شو رح تاخذ من هذا الدانجون؟ رح تاخذ اللبسة ايتادوري شايفها قدامك هاي، ورح تاخذ كمان لبسة من البوس الثاني. يعني عندك هون لبستين، لبس البوس الاول ولبسة البوس الثاني، يعني بدك شارد وبدك لبس، والبوس الثاني بيعطيك سول، وانت بدك مشان تطور اسلوب ايتادوري كمان 10 شارد مشان تطور اسلوب ايتادوري شايفينه عرضناه قبل شوي نحن اللي هو هذا. يا جماعة يعني اقسم بالله، يعني الله يكون بعونكم، الله يكون بعونكم، الحمد لله على نعمة الادمن. طبعا يا شباب بحب اشكركم كثير على الدعم بالمقاطع اللي فاتت، والله اسطوريين، بالذات على مقاطع ديمون فول. يا ريت يا ريت لو انه على كل فيديوهاتي تدعموني بالطريقة هاي، والله انكم اساطير. بتمنى انه الناس تتابعني مش بس عشان ديمون فول، اتابعني عشان باقي المبات، عشان الناس، عشان شخصيتي انا كيرا الرهيبة. المهم يا جماعة، دعم ديمون فول مش طبيعي بالقناة، فانا بتمنى انه كل فيديوهاتي تكون زي هيك. فلننتقل الى روح ميجومي. زي ما حكينا بتجيبها من البوس اللي برسب 10% جوا نفس الدانجون، بتجيب منها 10 شارد وبصير عندك الانفنتوري هون ميجومي سول تمام. مستحيل تطلع لك بالسول، انه بالسول ديلر انه تفتح عليها تصرف فلوس عليها وتطلع لك، هذا الحكي انسالي يا عمي، مش موجود ابدا. ايتم ميجومي 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 ميجومي، بدنا بانت افرجيكم الملابس تبعته، وبدنا يا سيدي الكود تبع ميجومي تمام، اعطينا اياه. بلاير نيم، اوكي ام سوري برو، كيرا دي اتش 98، كيرا الادمن، ماني هيك شديت على حالي. ميجومي كوت، ميجومي بانت لو بانت تبعون البنطلون يعني تمام. بدنا ضايل بدنا الشارد، الشارد وين موجودين الشارد؟ مش شايف شارد، انا مش شايف شارد. دقيقة عشان احنا نفهم يا جماعة 100%،
خليني أفرجيكم وين مكان تطوير ميجومي اللي هي الروح. هاي إحنا بداية الجزيرة، بنضلنا بطريق مستقيم سالخينها دغري، مستقيم إلى ما لا نهاية، إلى الغيوم. بضلك رايح على بلوكس فروت عادي، كمل طريقك، طريقك أخضر يا صاحبي، أي أخضر، شفتوا كيف؟ الله أكبر. بضلك ماشي هون تلاقي عندك هون ميجومي أويكنر، but you must need 10 شادو شارد. 10 شادو شارد، أيوة أوكي أوكي أوكي، هيها 10 شادو شارد، هاي هي 10 شادو شارد، لازم اسمها 10 أصلا، هي 10 شادو شارد. نختار منها 10 هيك، طبعا كله بنفس الدانجون يا شباب، نفس الدانجون بشكل كامل. نعمل يس، اتطورت عندنا الايش؟ الروح. والان مع الحركة الاولى اسمه رابت تشارج اللي هي ارانب. اي حركة حتعطيك 121 مليون دمج. خلينا نشوف الحركة، ارانب بنطوا، حلو تمام تمام. الحركة الثانية راح تعطيك 224 مليون دمج اللي هي نيو رش. خلينا نشوف نيو رش الطائر، والله بنزل طير، والله 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 يبعد حركة الطائر مرة ثانية أشوفه، والله أسطوري يا جماعة، خرافي جد إنه فخم. الحركة الثالثة راح تعطيك 150 مليون دمج اللي هي ماهوروغو وورد سلاش، حركة جدا عادية يعني بصراحة، بنزل ماهوروغو بضم على السلاش وبروح 150 مليون دمج، إشي جدا حلو كويس. الحركة اللي ما قبل الأخيرة للسي 10 شادو بيرنينج فليمز، هاي الحركة تعطيك 190 مليون دمج. شوف 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 الحركة، هاي ما أجملها، والله رهيبة. طلع لوين مداها أنت؟ بعيد والله، مداها جدا بعيد يا جماعة. نشوف التحول تبع السول، قال لي آه احنا كنا متحولين أساسا وأنا مش منتبه، بس عموما راح أفرجكم إياها مرة ثانية. هاي الفي بيطلع عليها حواليها لسودا زي ما انتم شايفينها بالطريقة هاي. طبعا تحوله راح يزيدك سرعة، شفت كيف صرت سريع انا، راح يزيدك سرعة. راح نشوف الحركة الاخيرة اللي بتدمج 230 مليون تقريبا يعني. الحركة الاخيرة من السول تي وات وات وات، اعصار، اعاصير كلها لونها اسود، اشي فخم مع جماعة، جدا جدا رهيب بصراحة. السول رهيبة، الاسلوب رهيب، وتعالوا خلينا نتعرف على الملابس. خلينا نتعرف على ميجومي. ميجومي يا شباب اللي هو البوس الثاني، نسبته 10%. هاي ملابسه، نلبس ملابسه، والله ملابس اسطورية جدا فخمة. تفيد تفيد التحول، طفي التحول اشوف، والله جدا حلوين الملابس ولايقين على الشخصية وامور تمام. شوفوا والله بصراحة 10 من 10 بالنسبة الي. خلينا نشوف الستات تبعتهم شو هي بالضبط، نشوف شو بتعطينا. بعطينا 1350 على السول، 1225 ب 1225 على سترينث والديفنس، ما لها اي علاقه بالسلاح، جدا رهيبين لمستخدمين السول. خلينا نشوف هسه ايتادوري حاليا، اللبسه تبعت ايتادوري اول بوس اللي احنا بنواجهه، حرف الاي، حرف الاي، اي لا 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 لا، وين ايتادوري؟ هاي ايتادوري كود، ايتادوري بانتس. تعال اعطينا واحد مش 10، واحد اخوي بس، شو بدي فيهم كلهم 10؟ شو بدي افتح محل اواعي انا؟ انا بدي افتح محل اواعي، ليش 10 ان شاء الله؟ ونشوف لبسة إيتادوري يوجي، اللبسة كاملة 1 2، والله جدا آه لا لا مش شبه بعض، في عندك هون إشي أحمر وال أنتوا أكبر قدر يعني يا شباب، الحذاء أحمر كمان. نشوف بالنسبة للستات، نيجي هون قديش تعطينا؟ 1200 ب 1100 ب 1200، طبعا أواعي البوس الثاني راح تكون أقوى للسول، بس كمان هاي بعطيها كمان 10 من 10 اللبسة، اللبسة رايقة رايقة أسطورية بشكل مش طبيعي جاي على الشخصية. يابا حلوين، هذا كان مقطعنا اليوم، شو رايكم؟ عشان تستمتعوا فيه لايك، وشوفوا الفيديو الثانية، السلام عليكم.